ما هي الأسباب التي تجعل الناس تفضل زيارة أرمينيا؟ هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الناس يفضلون زيارة أرمينيا. 1. تاريخ وثقافة غنية. أرمينيا هي واحدة من أقدم الدول في العالم، ولها تاريخ يمتد لآلاف السنين. تعد البلاد موطناً للعديد من المواقع التاريخية، بما في ذلك الأديرة القديمة والحصن والكنائس. 2. الجمال الطبيعي. تفتخر أرمينيا بالمناظر الطبيعية الخلابة، من الجبال المغطاة بالثلوج إلى التلال الخضراء المنحدرة والأودية العميقة. البلاد هي أيضاً موطن لبحيرة سيفان، واحدة من أكبر بحيرات المياه العذبة في العالم. 3. المطبخ الأرمني. المطبخ اللذيذ هو مزيج من نكهات البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. يمكن للزوار الاستمتاع بأطباق لذيذة وخوروفاتس المشاوي والدولما ورق العنب المحشو. 4. كرم الضيافة. يعرف الشعب الأرميني بدفئه وحسن ضيافته، مما يجعل الزوار يشعرون بالترحيب وكأنهم في بلادهم. 5. أسعار معقولة. أرمينيا وجهة ميسورة التكلفة نسبياً، حيث تقل أسعار الطعام والسكن والأنشطة عن العديد من الدول الأوروبية الأخرى. 6. أنشطة المغامرات. تقدم أرمينيا مجموعة من الأنشطة الخارجية، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة والتزلج وركوب الخيل وممارسة رياضة الزيبلاين والسفاري ورحلات التجديف وغيرها. بشكل عام، لدى أرمينيا الكثير لتقدمه للزوار من تاريخها الغني وثقافتها إلى جمالها الطبيعي المذهل والمأكولات اللذيذة وكرم الضيافة وفولكلورها الشعبي.